بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى العدد الجديد من برنامج حوار مباشر. في هذا العدد سنتناول العملية من أهم العمليات الاقتصادية التي تعول عليها الجزائر لاكتساح الأسواق الخارجية، وهي التصدير. للحديث حول الاستراتيجية المواتية لإنجاح هذه العملية وللتفصيل في هذا الموضوع، يطيب لنا استضافة رئيس المنتدى الجزائري للاستيراد والتصدير والتجارة الدولية والصناعة والاستثمار السيد محمد حسني. أهلا وسهلا بكم سيدي، وشكرا على تلبيتكم الدعوة. بارك الله فيكم، أشكركم على الدعوة المقدمة إلى شخصي، وأنا جد مسرور في منتدى الحوار. أستاذ مرحبا بك. شكرا أستاذ الفضل. سؤال أول، بطبيعة الحال حدثنا ولو يعني بإيجاز حول الهيئة التي تسألونها، تفضل. احنا منتدى جزائري، في السابق كانت فيدرالي جزائري للتصدير والاستيراد، كنا تابع لاتحاد التجار. طحت عندي منتدى خاص بي كباقي بعض الأشخاص اللي راهم ينتزوا بمنتديات اللي ظهروا العالمية. المنتدى نتاعي متواجد من سنة 2016، يعني كانت فيدرالية، اليوم صبح منتدى جزائري للتصدير والاستيراد التجارة الدولية للاستثمار والصناعة. حاليا ننشط على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. على المستوى الخارجي أثبتنا ما هو بنجاح وجودنا في بعض الدول كمثلا ليبيا، كموريتانيا، كفرنسا، كلسبونة، كروسيا. عندنا بعض الدول اللي نشط فيها كليون مثلا فرنسا، وعندي بعض الممثلين اللي هم تابعين للمنتدى الجزائري وينشطونا، وحقيقة صباح المنتدى ينشط على مستوى العالمية إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. ربما الحديث يطول لو كنت نتكلم ونشدوا هذا الجانب تاع المنتدى، إلا أن المنتدى متواجد بقوة في الأوساط الاقتصادية الجزائرية. طيب أستاذ الفاضل، من بين الآليات التي اعتمدتها الجزائر يعني لتطوير عملية التصدير هي التفعيل الدبلوماسية الاقتصادية المعتمدة في الدول الشقيقة والصديقة. أستاذ الفضل، ما مدى مرافقة هذه المكاتب للمصدر الجزائري؟ وهل يعني هذه المكاتب سعت ميدانيا من أجل جلب المستثمر الأجنبي إلى الجزائر؟ تفضل. والله كان حصل لي الشرف أنني حضرت نهار تنصيب وتوزيع المهام على المكلفين بالدبلوماسية الاقتصادية خارج بعض الدول، يعني اللي متواجدة، حضرنا لهم ربما في لاكاسي تحت إشراف وزارة الخارجية ووزارة التجارة، يعني هذا شيء يشرف. الجزائر الجديدة تحت قيادة الحكيمة نتاع السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عملت على توفير كل الشروط الضرورية للنهوض باقتصاد جديد. هذا الاقتصاد سيكون قوي الأركان ومحرر من التبعية ومحرر وبعيد عن المحروقات. احنا معروف اللي كنا عايشين بالريع اللي هو البترول مثلا، كنا كل شيء متخلفين بالنسبة لدول الجوار من ناحية التصدير، إلا أننا اعتمدنا على كل شيء تجيبه لنا الحكومة، كل شيء تديره لنا الدولة، كل شيء. حاليا لابد من الاعتماد على النفس ونشجعوا المصدرين، نشجعوا الانتاج، نشجعوا الاشياء. العوامل المتوفره تتجلى في اصدار نصوص وقوانين واعاده التجاوب مع متطلبات الاقتصاد المتطور، كقانون الاستثمار اللي هو مثلا ولد ميتا، ربما بالك نشوفوا باللي حوارات رئيس الجمهوريه ولا نقاشات رئيس الجمهوريه يحث على الاستثمار الداخلي. نشوفوا باللي مثلا بعض الولايات لما يخرجوا للساحه يحتون المسؤولين على توفير يعني المناخ البيروقراطيه وتجلي الروح الوطنيه لمثلا تفعيل بعض المنشات. يوجد هناك عشرات المئات من المصانع التي مغلوقه بسبب ورقه بسيطه، عندها مثلا بيرميت كونستروير ولا عندها بيرميت اكزيرسي ولا، الا انه نشوف رئيس الجمهوريه راه يضل يلح. ان شاء الله باذن الله راح تكون انطلاقه جديده وقويه، مما يسمح اننا راح نكون دوله مصدرة بامتياز. يعني واش نشوفوا باللي الشباب ربما الجمهورية الجزائرية راهي تمد لهم منحة البطالة ومنحة كذا، هذا لا يكفي، علينا أن نفعل هل المشاريع اللي هي نائمة، لا أقول نائمة لكن بطيئة جدا جدا. حاليا لابد على
المسؤولين الكبار في الجزائر انهم تفعيل قانون الاستثمار الداخلي والخارجي. نشوف بلي الحمد لله لكل حال البلد ربما غناه ربي وحباه بخيرات كبيره. لابد على المسؤولين الكبار انهم يسمحوا بالاستثمار، اولا اكتساب تكنولوجيا جديده، اكتساب عده اشياء. لابد على الشعب الجزائري ان ينهض باقتصاد جديد بعيد عن كل السياسات القديمه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ فاضل، الجزائر تراهن على 15 مليار دولار خارج المحروقات، ما مدى كيف نكسب هذا الرهان؟ شوفي، هو دابور اصدار تعليمات ميدانيه من السلطات العليا للدوله ترمي لرفع الغبن عن المستثمرين المحليين والاجانب، مرافقتهم في مسار انجازهم لكل مشاريعهم، تجنيد الدبلوماسيه الجزائريه خارج وتحميلها دور دعم المنتوج الوطني. هو لما نتكلموا نقولوا باللي مثلا الخزينه لابد عليها ان تتوفر ولا تجلب 15 مليون دولار، ليس بالامر السهل، لان هناك بيروقراطيه كبيره. نشوفوا باللي مثلا نقص البنوك، نقص كذا الاجراءات الجمركيه. لابد علينا ربما لما نشوفوا باللي كنا في الجلسات اللي تاع لا اس ان ولا استراتيجيه ناسيونال ديكسبورتاسيون اللي درناها مع النظام السابق، كنا نحط باش المصدر الجزائري نحلوا 80% من المنتوج تاعو. ربما سمح لي نفتح نقص، لو كان كنا سمحنا للمنتج الجزائري نقضي على السوق السودان تاع العمله مثلا، يعني لما يمتلك درك ربما كان مبالغ كبيره 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 متواجده في السوق السودان. نقول واحد الكلمه، صعب شيء هو المبدا لما نبغي نبدا بشيء هو صعب شويه، لكن الحمد لله ربما الامور تجيب شيء، العرجون تاع العنب يتكلى بالحبه. ان شاء الله سنصل الى ما يريده الله لنا بهذا البلد ان شاء الله. ما شاء الله. استاذ، من بين يعني او العوامل والوسائل اللي تخلي المصدر انه يقوم بنشاط تاعه باريحيه، تم اقامه فروع للبنوك يعني في البلد يريد توجه او السوق التي يتجه اليها، واش تقولنا في هذا؟ شوفي، هو كاين، انا ربما تنقلت المره الاخيره مع وزير التجاره السيد رزيق الى موريتانيا، وين وجدت ناس مساكين هاربين راهم متواجدين في داخل موريتانيا لانهم لم يقومون بتحويل العمله نتاعهم. يعني كان هذا القانون اللي هو صار بشويه عاقب لا دي بيناليزاسيون، خصنا نرفعوا العقوبه على هاد الناس لان لم توجد لنا بنوك. حاليا الجزائر تشجعت ودارت حلت فرعين تاع بنوك، حلت في السنغال وحلت في موريتانيا. هذا لا يكفي، عندنا ربما دول غادي نتعامل معها خاصه في اطار زليكا في خاطر التبادل الحر مع الدول. الجزائر يعول عليها لان باب من ابواب افريقيا، راح ربما الطرق اللي سنلجا اليها مثلا كطريق العابر الى الصحراء الغربيه، الطريق العابر مثلا الى الصحراء بليتو الصحراء الجزائر الموريتانيه، عن طريق نفس الشيء عن طريق طمراست الى النيجر ونيجيريا. يعني هذا الشيء كله يحيي ان الجزائر ستصبح قطب دولي كبير. وكان ضحكك شويه ربما اللقاء الاخير اللي ما درناه مع الرؤساء، الرؤساء قالوا كاين البريكس، قالوا لا اون فادير بريكسا، زادوا الان اللي هي الجزائر. حاليا على الجزائر ان يتوفر فيها بنوك، وهذه البنوك رايحه تساعد، ربما تساعد ربما في التموين، تساعد في التحويل. البنك هو شيء رسمي واساسي، ما يكفيش اننا ربما نقولوا ال سي ليتر دو كريدي ولا ترانسفير ولا البنك، يعني لابد علينا من توفير كل الظروف المتيحه. ما دام درنا دبلوماسيه الاقتصاديه بعد سيبارات الله، علينا ان نوفر نفس الشروط اللي هي مثلا البنك لما الانسان يحول ولا يضع المبلغ المالي تاعو، على الدوله ان تراعي كل الاسباب اللي هي مثلا كيف نشجع المصدر، كيف نشجع المستورد، كيف نشجع. صح مرينا برك ربما بمرحله اللي صعيبه شويه، ربما مرحله العصابه كانت لا مراقبه لا تهاون. حاليا على الدوله الجزائريه وعلى السلطات ان تقوم بمساعدة رئيس الجمهورية في مسعاه الحقيقي اللي هو إبراز البلد والجزائر كدولة منتجة، كدولة مصدرة، كدولة قادرة على التصدير. أستاذ، الجزائر بطبيعة الحال وسعت يعني التعامل تاعها مع الفضاء الإفريقي، حتى نطلب على عرش السوق الإفريقية، ماذا يجب؟ والله شوفي، على بالك باللي السوق الواعده اللي هي مليار و800 مليون هي افريقيا. كل العالم وصل لحاجه لا ساتوراسيون، وصل الى الاستهلاك مثلا كاوروبي يريدون يستهلك، لكن
أفريقيا محتاجة إلى مشاريع استثمارية، محتاجة إلى مصانع، محتاجة إلى كل أشياء. الجزائر قادرة تلعب دور كبير من أجل إنجاح هذا المشروع، لأنها بلد ربما واعد، بلد عنده مصداقية، بلد الحمد لله اللي ربما أصبح عضو مجلس الأمن الدولي. يعني كل أشياء توفر، والأفارقة عندهم ثقة كبيرة في الجزائر. يعني والله صدقني لما تجولنا في أفريقيا كل أفريقيا يقول لك فيف الجيري. وش معنى كلمة فيف الجيري؟ حاسين باللي الجزائر هي البلد الوحيد الذي يواجه كل كبير وصغير. أولا بسياسة الحكيمة عند عدم الانحياز، ربما انضررنا في السابق التبعية الاقتصادية لدولة واحدة. اليوم الجزائر توسعت على اقتصادات متميزة، رانا نشوف على الجزائر راهم بغيديروا يقيموا مشاريع في السنغال، في موريتانيا، في النيجر. هذا يدل على أن الجزائريين قادرين يكونوا في الصورة الحقية لتمثيل الاقتصاد الجزائري وتمثيل الجزائري خارج البلد تاعو إن شاء الله. شاركت هيئتكم مؤخرا في ملتقى حول رجال الأعمال الروسية، ما هي مخرجات هذا اللقاء وأهمية الشريك الروسي في الشريك الروسي في العلاقة الاقتصادية بالنسبة للجزائر؟ شوف السيدة التي نظمت مع المنظمين تاع غوفرنورا دو موسكو، ولاية موسكو اللي هي تعتبر كوزارة، جو وزيرين بدون حقيبة في الوفد هذا، والمنتدى كان موجود بقوة لأن المنتدى كان نظم وكان أحد المنظمين تاع الملتقى هذا. يعني جل الناس اللي فاتوا داروا البي تو بي طاولة المستديرة تاع النقاش كانوا كلهم أعضاء، ما نقولش كلهم جلهم من المنتدى. يعني جابوا مشاريع، جابوا 31 مشروع، جابوا مشروع فيما يخص الطيران اللي احنا رانا طرف فيه كبير من صنع الطائرات، لأنني عندي أعضاء راهم تقدموا بمشروع طلب إلى رئيس الجمهورية ووافقت لهم السلطات الجهة مثلا كوزارة الصناعة وزارة الطاقة، ولا علينا تفعيل هذا المشروع لأننا ربما غدو كنصبحوا من صنع الطيران لطائرات مثلا تستعمل لعدة أشياء، أمبيلونس، في بي، شحن، نقل، إطفاء حرائق. يعني إحنا أو أمور متوفرة عندنا في الجزائر، علينا إلا أن نفتح لهم الأبواب. الرؤساء اللي روس اللي ما تكلمت معهم أنا قالوا لي شيء جميل، ربما قدروا يساعدونا. يعني الشحن تاع الكمينات تاع الشحن مثلا، السيارات، القمح، لما نعاود نتكلموا على اللقاء بصفة عامة مع الرؤساء كانوا جد إيجابي. ربما هم انبهروا كيفاش لقاو بلي الجزائري قادرين يستحوذوا على كل هذه المشاريع ويجيبوا يخدمونا. علينا ربما نقولها مرة ثانية ونتوجه إلى سيادة رئيس الجمهورية، تنويع الاقتصاد الجزائري. مادام عندنا تنويع في السياسة الخارجية لا ننتمي لأي جهة، ماذا بنا ننوع الاقتصاد الجزائري. حاليا رانا نشوفوا باللي ربما عندنا ملتقى قريب جدا اللي هو يوم 22 تاع التخزين، ولا ما نقولوش الأمن الغذائي، تخزين الحبوب. ربما الحرب اللي هنايضا حاليا ما بين الدول الكبرى هي على الحبوب، مثلا أوكرانيا، روسيا، وأمريكا، ولا مصير أمم، مصير شعوب. اللي مثلا لما نقدروا نوضوا حرب تجويع، احنا الحمد لله ربما بلدنا يتوفر أننا نصبح أوكرانيا الجديدة في الحبوب، نصبح روسيا في الحبوب، نصبح أمريكا في البلي طاندر ولا البلي دير. هذا الأمور ربما راح الملتقى يوم 22 يتطرق إلى كل هذه الأبواب ويجيب نتيجة. النقطة الأخيرة ربما تاني، عندنا لقاء اللي هو مثلا نشوفه الجزائر نالت ميداليات عديدة جدا فيما يخص زيت الزيتون. نريد التفاتة من المسؤولين الكبار على منحهم يوم تكريمي على الأقل، نشجعهم رد لهم الرد الجميل والله، لأنهم كرموا الجزائر ورفع العلم ورفعت الميداليات عالية، وتكلمت كل الصحف. ربما عندنا عدد كبير من الناس اللي نالوا ميداليات ذهبية، فضية، برونزية، خاصة الذهبية. في بعض الدول كاين اللي نال 4 مرات 5 على التوالي ميدالية ذهبية في زيت الزيتون. علينا أن نعتني شوية، ربما العالم كله كدر الله وعالم تجارة، كانش ربما التجارة تمشي في كل أمور، تجارة لا لتجارة البشر، احنا حشو بالله احنا تكون عندنا تجارة ويكون عندنا اكتفاء ذاتي ونصدر. يعني لما نصدر يكون عندنا وفرة في التصدير تاعنا احنا
والله يصدقني ربما نقضي على المجاعة. الحمد لله ما نسجدوا ربما للحقن المجاعة ولا الشعب المسلم شعب يخاف الله شعب جزائري كريم، ماذا بنا على الأقل نلتف حول مشروع رئيس الجمهورية. كان 54 نقطة اللي تاع رئيس الجمهورية كلها دلالة أنه رجل وطني، رجل يحب البلاد. هذا كيما نشوفوا باللي ربما باش نتوصلوا إلى ما درناش ليد في ليد اون بو با لي تري لوان. أنا كلها يقول بالعود، لا، احنا كلنا شعب جزائري، كلنا في يد واحدة، كلنا في معون واحد، كلنا خلينا من داك الكريتيك الانتقاد للضرورة، يكون انتقاد بناء. يعني ماذا بينا أنا نسمع لك وأنت تسمع لي والآخر تسمع الآخر تسمع الآخر، وهذا الشباب اللي ربما الدولة الوحيدة في العالم اللي عندها عدد كبير من الشباب. هنشوفوا بعض الدول اللي هرمت ربما ما تلاش تنفع ولا حاليا ربما مع وفرة ما هو موجود لنا في أفريقيا. والله يصدقني ربما رايح نعود بلد من البلدان تاع أوروبا في شمال أفريقيا. شكرا جزيلا لكم سيدي محمد حسني، رئيس المنتدى الجزائري للاستيراد والتصدير والتجارة الدولية والصناعة والاستثمار، على النقاط المهمة التي تقدمتم بها في هذا البرنامج. شكرا لكم وشكرا على تلبيتكم الدعوة. العفو، بارك الله فيك، تنيت وشكرا، ربي يجزيكم، بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذ. إلى هنا سيدتي سادتي نأتي إلى نهاية هذا العدد، على أمل أن يتجدد هذا اللقاء في المواعيد اللاحقة إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.